ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم ندى من قناة ندى بيوتي. النهاردة بقى هقول لكم ريفيو بتاعي عن اللازانيا بعد ما انا عملتها. طبعا هعرفكم كل حاجة عنها وتشتروها ولا لأ. طبعا يعني كملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تجيبوها ولا لأ، والطريقة الصح اللي عمايلها واللي انا غلطت فيه ما تغلطيش انت فيه لو انت جبتيها. يعني بصوا كده، هي اسمها اللي هي ملكة، 400 جرام، والمكونات بتاعتها طبعا اللي هي يعني دي القمح. وطريقة تحضيرها بيقولوا ان هي يعني ما بتتسلقش. ندهن صينية الفرن بقليل من الزيت، وبعد كده نضع عليها طبقات اللازانيا. بعد كده بنملي بين الطبقات اللي هي بصلصة البشاميل واللحمة المفرومة وكده، وبعد كده بنغطي عليها بجبنه اللي هي الموتزاريلا او البارميجان والقليل من الزبده. بعد كده بندخلها بقى الفرن لمده 15 ل 20 دقيقه، دي اللي هي مكتوب عليها. انا بقى عملت ايه؟ بصوا بقى النتيجه بتاعتي طلعت عامله ازاي. اهي ايه، طلعت طبعا يعني محروقه كده من الجناب، مش عارفه ايه السبب، مع ان الفرن بتاعي ما كانش يعني عالي، بس يمكن عشان انا سويتها في صينيه تيفال، مش صينيه المفروض هي تتسوى في صينيه بايركس، وده شكلها كده. بصوا بقى يا بنات، هي ناشفه معرفش ليه، يعني بصوا شايفين ناشفه، مش طريه كده ان هي تتاكل على طول او زي المكرونه العاديه، لا هي طلعت مني ناشفه، مع ان انا يعني حاطه عليها لبن كتير جدا والله. البشاميل بتاعها كنت عاملاه خفيف وتقيل وما سلقتهاش زي ما هم ايه يعني كاتبين، بس هي انا يعني غلطتي ان انا ما سلقتهاش. هي المفروض كنت فعلا اسلقها عشان ما تشربش كميه السوائل دي، لو ما كنت سلقتها كانت هتطلع جوسي وطريه. يعني بصوا باين ان انا حاطه وحاطه جبنه وحاطه مكلفاها والله. بس ما اعرفش ايه اللي جرى، فتجربتي معاها الصراحه ما كانتش حلوه، يمكن عشان ما سلقتهاش. و الصراحه يعني مش هجيبها تاني. ولو مثلا انتي جبتيها وكده وهي عندك، لا اسلقيها بجد، ما تسمعيش كلام اي حد يقولك ما تسلقيش المكرونه اللازانيا دي بالذات، لا لازم تتسلق، وعشان بتشرب بجد كميه سوائل مش طبيعيه، فانتي لازم تسلقيها وبعد كده تركبي عادي طبقات زي اي مكرونه. فانا مش شايفه ان هي فيها اي ميزه على فكره، يعني طعمها مكرونه عاديه، يعني اي مكرونه تفي بالغرض ويبقى هي هي يعني. بس كده، اوعي بقى تنسي تشتركي في القناة لو استفدتي طبعا من الفيديو، وكمان تشتركي فيها. فبجد دي تجربتي، تجربة سيئة، عمري ما هجيب اللازانيا دي تاني، انا اتقفلت منها وناشفة جدا، وبعد يعني في نص التسوية لقيتها برضو ناشفة، طلعتها وحطيت عليها كمان بشاميل تاني برضو خفيف ودخلتها تاني الفرن، قلت تكمل تسويتها، وبرضو مفيش فايدة، هي مصممة انها تبقى ناشفة، والوش بتاعها ده المفروض ان انا حط عليه جبنة، معرفش من الزهرة خالص او الحتة دي بس كده. وكمان غلطة كمان انا عملتها، ان انا سويتها في صينية تيفال، المفروض اي مكرونة بشاميل او كده تتسوى في بايركس، يعني بصوا الجوانب بتاعتها سودت، مع انها هي من تحت، استنوا هوريها لكم. برضو صدقوا، بس الحتة دي هي صفرة، بس هي يعني عموما يعني طعمها، انا يعني عشان حاطه لها حاجات كتير وكده فمستحليه طعمها. بدخلها ميكرويف بقى بعد ما سويتها واجي اكلها، صراحه يعني حلوه مش وحشه، بس يعني مكرونه عاديه جدا، ما تدفعيش فلوسك في لازانيا ولا كده، اسمعوا كلامي. جيبوا اللي هي المكرونه العاديه اعملوها، والله بالنسبه لي افضل من دي 100 مره، او لو جبتوا دي سلقوها زي ما انا قلت لكم، وده الحل الامثل ليها. انا قبل ما اعملها شفت فيديوهات كتير كلهم قالوا ما تسلقوهاش يعني وكده، بتبقى حلوه من غير سلق، بس لا تجربتي الصراحه، وان انا حاطه لها كميه السوائل دي وكميه البشاميل اللي عملته، وفي الاخر تشربوا عشان تستوي، فاهمين؟ وتطلع بالمنظر ده، لا الصراحه ما عجبتنيش خالص. فاوعوا تنسوا بقى يا بنات تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشكرا.